السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. شاركت معكم في فيديو سابق حرث الأرض في هذا المكان كيف راح يظهر في الفيديو الآخر، وبعدها بأيام شاركت معكم تقمان الأرض في هذا المكان وقمنتها على شكل سرايح بالعرض كيف راح يظهر في الفيديو الآخر كذلك. وبعدها بأيام شاركت معكم زراعة الأرض في هذا المكان أو في هادو السرايح، وزرعت في كل سريحة نوع من البذور. السريحة الأولى زرعت فيها الخس، وبعدها السريحة الثانية زرعت فيها السبانخ، والسريحة الثالثة زرعت فيها جزر الصيف، والسريحة الرابعة زرعت فيها الخس كذلك كما يظهر في الفيديو الآخر اللي جنب هذا الفيديو. وبعدها اليوم بعد مرور شهرين هنا كما تشاهدون نمت هذه الخضروات، لكن نمت معها الأعشاب الضارة. اليوم جيت نقي هذه السريحة نتاع السبانخ من هذه الأعشاب الضارة، راح نقوم بتنقيتها كيف راكم تشاهدوني الآن باستعمال المنجل، وطبعا أصعب عمل على الفلاح وهو تنقية الخضروات من هذه الأعشاب الضارة، لأنه من الأعمال الشاقة والمرهقة جدا، لأنه تبقى تنقي في الخضروات ودائما تنقي وأنت حذر حتى ما تضرش الخضروات اللي عندك، لأنك راح تنزع الأعشاب هذه الضارة تكون نابتة بكثافة وبينها الخضروات. لازم دائما تكون حذر في نزع هذه الأعشاب حتى ما تضرش الخضروات نتاعك، لذلك هو من أصعب الأعمال. كيف راكم تشاهدوا الآن نمت فيه أعشاب كثيرة وتغذت على العناصر اللي في التربة وبقات الخضروات صغيرة، لذلك يجب تنقيتها ومن بعدها تسميدها من جديد حتى تنهض وتستعيد قوتها مرة أخرى. هنا كملت السريحة الأولى اللي هي نتاع السبانخ اللي نسموه هنايا البليط، لأنه صعب التنقية أو تنقية الأعشاب الضارة من الأعمال الصعبة، ولا يمكنك أن تنقي أكثر من سريحة في اليوم، يعني هنا أربع سرايح كل يوم راح نجي ننقي سريحة. هنا بعد اللي نقيتها بهذا الشكل كيف راكم تشاهدوها، نحيت الأعشاب أو نزعت الأعشاب الضارة، وكذلك نزعت بعض شتلات السبانخ لأنه كانت مزروعة متضايقة، لازم نح شتلات ونخلي الأخرى في الأرض. هنا جيت نجمع جمعت الشتلات راح نوجهها للبيع، راح تباع على شكل شتلات تغرس مرة أخرى، والأعشاب الضارة هذه راح نديرها في الكيس، وطبعا هذه راح تكون عشاء للأغنام. هنايا لازم ننح كل شتلة ملتصقة في اختها، ننح واحدة ونخلي الأخرى في المكان، راح تواصل في هذاك المكان والأخرى تنتقل لمكان آخر
أو اللي بغى يبيعهم يبيعهم أو ينقلهم في مكان آخر. هنا هذه هي الأعشاب، كانت فيها كمية كبيرة جدا من هذه الأعشاب الضارة. احنا جيت نجمع هذه الشتلات، السبانخ أو البلايط. طبعا هنا راح نجمعها فقط، من بعدين راح نروح لمكان آخر نقوم بترباطها أو نديرها على شكل ربطات صغيرة حتى توجه للبيع. واليوم الآخر إن شاء الله راح نقوم بتنقية هذاك الخص وجزر الصيف، لأنه هذه التنقية من أصعب الأعمال على الفلاح. وإذا لم تنقي الخضروات من هذه الأعشاب ما راح تعطيك ولا شيء، يعني راح تظل في مكانها صغيرة، لأن هذه الأعشاب الضارة تتغذى على كل العناصر اللي في الأرض وتخلي لك الخضروات صغيرة جدا. وكذلك عندها أضرار أنها يتجمع فيها اليرقات والجنادب وكل هذه الحشرات اللي تاكل الخضروات تتجمع في هذه الأعشاب الضارة. هنا بعد اللي نقيته يكون بهذا الشكل. هنا كما قلت لكم هنا مرت عليه شهرين من زراعته فقط، رأي كمية الشتلات اللي راح نوجهها للبيع، والباقية راح تبقى تواصل في هذا المكان. وهنا بعد اللي نقيتها جيدا، هنا بعد اللي تعرات الأرض راهم فيها هذوك اليرقات يزهروا فوق الأرض، لذلك هنا مباشرة جيت نحط المبيد على هاد الصبانخ حتى أقضي على ديك الحشرات اللي راهي ظهرت على الأرض، لأنها كانت مختبئة. وعندما نزعت الأعشاب الضارة ونزعت كمية كبيرة من شتلات الصبانخ أو البليط، ظهرت هذه الحشرات راهي فوق الأرض ظاهرة، لذلك لازم نبيدها مباشرة حتى ما تنتقلش لمكان آخر أو تبقى تاكل في هذاك البليط أو الصبانخ. وهنا المبيد اللي استعملته وهو كاراتيكا. هنا كمية لترين من الماء نحط لهم زوز مغالق نتوع قرعة ماء فقط راح تكفي. وهذا الجزر هنا، هذا هو جزر الصيف، راح كلاه الأعشاب الضارة وهذه الخص، يعني ما راح يزيدوا ينمو حتى تتم تنقيتهم من هذه الأعشاب ونمدوهم بكمية من السماد. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.